الأخوات هلالة وشريفة من الطائف بعثنا برسالة يقولنا فيها: نرجو أن تفسروا لنا وتشرحوا لنا حديث الرسول الكريم الذي يقول فيه: من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. أولا هذا الحديث ليس بالقوي في سنده، ولكن في قراءة آية الكرسي بعد الصلوات المفروضة ولا سيما بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب فيه فضل عظيم، لأن هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن قراءتها بعد الفريضة سبب لدخول الجنة، وهذا فضل عظيم. ومعنى لم إلا أن يموت، لأن المسلم إنما يدخل الجنة بعد الموت، يدخل الجنة بعد الموت. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، بمعنى أنه ما بينه وبين الجنة والنار إلا أن يموت، ولا يدري متى يموت، ربما يموت في اللحظة القريبة فيكون إما من أهل الجنة وإما من أهل النار. نعم.